دلوقتي هنتابع الاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي منها امسيات رمضانيه وحفلات فنيه لعازفه المارينبا نسمة عبد العزيز، وكمان فرقه رضا للفنون الشعبيه، ده غير بقى ماتشات الدوري المصري وكمان ماتشات نص نهائي الدوري الاوروبي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، عازفة المارينبا نسمة عبد العزيز هتقدم حفلة الساعة 9:30 ضمن فعاليات الأوبرا الرمضانية. كمان النهاردة هتشارك فرقة رضا للفنون الشعبية في برنامج هل هلالك اللي بتقيمه وزارة الثقافة في مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. النهاردة مديرية الأوقاف بمحافظة السويس هتستقبل الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الإطعام وقدرها 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهارده مع 3 مباريات في اطار الجوله الـ14 من عمر المسابقه. هيلتقي المقاولين مع مصر المقاصه، وطلائع الجيش هيواجه امبي، والبنك الاهلي هيقابل الاتحاد السكندري، والثلاث مباريات هيتلعبوا الساعه 9:30 بالليل. لعشاء الكره الاوروبيه موعدهم النهارده مع مباريات جوله الاياب في ربع نهائي الدوري الاوروبي. هيلتقي أتلانتا الإيطالي مع لايبزيج الألماني الساعة 7:15. الساعة 9 بالليل في 3 مباريات، هيلتقي أولمبيك ليون الفرنسي مع ويست هام الإنجليزي، رينجرز الاسكتلندي هيقابل براغا التشيكي، وأخيراً برشلونة الأسباني هيكون في مواجهة قوية مع إنتراخت فرانكفورت الألماني.